إحياء لذكرى مرور 260 عاماً على تأسيس مسجد يدر الغوط، نظمت اللجنة الإدارية للمسجد بالتعاون مع أهالي المنطقة احتفالية للإعلان عن افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والتجديد. ونشكر لجنة الاحتفال والتنسيق لهذا الموقف الجميل الرائع في بيت من بيوت الله كما نشكر جميع من ساهم في توسيع وصيانة المسجد وكل حسب جهده. الاحتفال حمل في ثناياه التأكيد على أهمية المسجد الدينية والتاريخية والاجتماعية، على غرار التعريف بدوره التاريخي كمعلم حضاري بالمدينة، حيث أسس مسجد يدر الغوط سنة 1175 هجرية الموافق ل 1761 ميلادية على يد المرحوم رمضان الأدغم. ثم أسست زاوية يدر لتحفيظ القرآن بعد 60 سنة من تأسيس المسجد، ودرس بها جملة من كبار المشايخ وعلماء الدين من علماء مصراتة. لنا مساجد كثيرة تمتد في ربوع الوطن منذ الفتح الإسلامي وعبر القرون والأجيال، علينا أن نعنى بتاريخها، من بناها، من أسسها، من حبس لها بأحباسها. هذه أشياء تجتمع فتشكل الهوية الدينية لهذا البلد. نقول الهوية ولا نعني بها تعصباً ولا أن لنا شأناً غير المسلمين، فنحن أبناء أمة واحدة، لكن الارتباط بالمكان وبأهل المكان وبالمعاني التي في المكان لها أثر في العبادة. مر المسجد بأربع مراحل من مراحل التجديد. الأولى كانت في سنة 1826، والثانية سنة 1964، والثالثة سنة 1982، لتدخل سنة 2022 في سجلات تاريخ تجديد هذا المسجد العريق، كما عاصر المسجد أجيال من المشايخ والفقهاء والخطباء. الاحتفال حضره جمع من طلبة العلم والمشايخ والضيوف من داخل مصراتة وخارجها. نشير إلى جزء من أجزاء هذه الأمة وإلى بقعة من بقع هذه المدينة، ونذكر أبناءنا بأن هذه المدينة مدينة العلم، مدينة القرآن، مدينة الفقه، مدينة معامرة بقلاعها العلمية التي قاومت التغريب والاستعمار بالفكر وبالقتال وبالبناء الثقافي. زاوية سيد إبراهيم المحجوب في الطرف الغربي، زاوية سيد أحمد الزروق في الطرف الشرقي، ما بينهما زاوية العوامر، زاوية ومدرسة بن غلبون، زاوية المنتصر، زاوية يدر، زاوية المدنية. إخواننا، هذا تاريخ، هذه اللي كانت وراء القرآن، وراء السنة، وراء العلم الصحيح المنهجي المنضبط الذي حقق الاستقرار النفسي والعلمي والثقافي. واليوم يفتتح مسجد يدر الغوط أبوابه ليكون منارة للعلم كما عهد عنه منذ قرون، ونشر الدين وخدمة القرآن وعلومه.